استاذ واحد مداخل يبقى بعدين يسالني السؤال. يلا تفضل ابشر تفضل اخونا ابن شافين سوي بيوت. الو تفضل. استاذ واحد بس الاخ الافريقي حكى 35 دقيقه وعم بحتاج مع الصحابه معنا الرد شوي عليه بعد اذنك يعني. يلا رد رد ما في مشكله لك حق. بس ده اقول كلمتين انا ما راح اطول عليه، راح اقول كلمتين. لولا الله هي الصحابه لكنتوا المغرب بالتزاهر عم تعبدوا القرده. انتوا الامازيغيين. هي اول كلمه. ثاني شغله حضرتك قلت على السماء بس لحظة بس خل ارد هاي عليك وبعدين اكمل هم ناخذ ثواني. لولا الله تبارك وتعالى لولا محمد صلى الله عليه واله كان انت الان تعبد لك كيلو تمر، لانه جماعتك كانوا يسوون صنم من تمر وياكلوه، فاذا هو يعبد القرد انت تعبد التمره اللي ياكلها القرد. يلا كمل. بس نحن ما نكرنا فضل الصحابة، نحن نقول الله يرضى عليهم. لا انت قلت لولا الصحابة هم الصحابة كانوا ياكلون تمر لولا محمد صلى الله عليه واله. حسبكم هذا التفاوت بيننا. انا اقول لولا محمد وانت تقول لولا اللي ياكلون تمر، فهذا الفرق بيننا. يلا لا تصير شاطر، تفضل تكمل. حضرتك تفضلت قلت على السماء انه ربنا سبحانه وتعالى يحمل السماء على اصابعه. شلون هو بالسماء وبيحمل السماء على اصابعه؟ والله تقول قول للبخاري. زين لحظه يا اخي ابن شافين، لحظه اصبر ابن شافين، اذا ما سوي ميوت راح انزلك. نعم سوي ميوت الان. الا لا ما تكلمت ادري بس في صوت يا اخي تردد. الله يرحم والديك. اخونا انت لما شوف انت ليش تصير ظالم الي وانا احترمك؟ ليش تظلمني؟ انا مو انا اللي اتكلم. انا لا بس لا بس لا مو انا قلت انه البخاري يقول جاء حبر من الاحبار الى النبي محمد صلى الله عليه واله يقول له يا محمد ان الله يحمل السماوات على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وبعد ذلك يهزهن هز. النبي ها ضحك تصديقا لقول الحبر. هذا وين؟ في البخاري. انا قلت هذا في البخاري ونقلت. انا ناقل تلبسني القول. ليش هذا الظلم؟ وانا احبك، ليش تظلمني؟ انا بفسر لك حديث البخاري، انت فسرته هيك، انا بفسر لك هو. فسر، تفضل فسر. بالحديث الشريف السماء الدنيا اللي عم تحكي عليها كل شيء بتشوفه قدامك فضاء وكواكب، هي السماء الاولى. الله سبحانه وتعالى في السماء السابعه. الله اعلم. مش ولا تشبيه ولا تكييف على الله ولا تقسيم على الله. لحظه يعني اسمع، يعني هاي السماء اللي فوق انا السماء الاولى، نحسب سبع طبقات والله فوق صح؟ كل شيء فضاء، كل شيء كواكب، كل شيء عم ترقيه لعيون البشر. هي الساعه مطر. بس هدوء، هذا مو موضوعنا. لكن الله مو ينزل في الثلث الاخير من الليل؟ ينزل للاولى لو للثانيه لو للثالثه لو للرابعه لو للخامسه لو للسادسه، وين ينزل؟ الله ينزل بعلمه بملائكته بذاته الله اعلم بدون تكييف ولا تشبيه. لا انت عم تشبه وتجسد. العلم ينزل، لحظه، العلم كان فوق وينزل ولا ايش؟ ولا الله ينزل؟ الله بعلمه بذاته يرسل ملائكه. هذا ماشي هدوء خل افهم. انا اريد افهمك يا شيخ معاويه. الله ينزل بذاته لو ينزل علمه، يعني العلم كان فوق وينزل، يعني العلم كان فوق وينزل العلم من يعني من ينزل شوي للسماء الدنيا العلم وللسماء السادسه وينزل العلم يصير خمسه، علم رقم اربعه، علم رقم ثلاث، علم رقم اثنين، علم رقم واحد. فالعلم ينزل يعني كان صاعد وينزل شلون؟ كل شيء بينزل بعلم الله الله اعلم بذاته بعلمه بدون تكييف ولا تشبيه. لحظه كل شيء ينزل بعلم الله، كل شيء، هذا لفظ مطلق. الله شيء ولا لا؟ الله يعلم بكل شيء. لا الله شيء ولا لا؟ الله يعلم بكل شيء. الله شيء. انا ما قلت لك يعلم. هل الله شيء ولا لا؟
ما بادر ألفظ، الله ليس كمثلي شيء. إيه بس هو شيء صحي ولا لا؟ القرآن قال شيء. طيب لا تدخل بهاي المواضيع لأن تتورط. المهم